دكتور، انت تعرف ايران ما تخوض حرب كحرب نظاميه، ما بتخوض حرب، يعني هي بعد درس 88 80 88 مع العراق ما بتخوض. استراتيجيتها العسكريه وعقيدتها تؤمن بسياسه، يعني باستراتيجيه الوكلاء، ولذلك تجد لديها 6 إلى 7 وكلاء عسكريين قادرين على اشغال حرب ما يقارب 3 أشهر او 4 أشهر ضمن التمركز التسليحي والعتاد والتموين. بإمكانه خوض ذلك. لا تنسى حتى هذه القوى الوكيلة هي اليوم قوى سياسية واقتصادية ومقدرة وتأثير شعبي، يعني هذا هو ما صنعته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي أنت تتكلم عن عملية انتشار بقوى أو تسليح، وده تكلم بشكل فني جدا في هذه النقطة، جانب عسكري، يعني قوة منتشرة مسلحة ما يكلف $500 $400 تسليحها، تصرف عليها صواريخ بملايين الدولارات، العملية مكلفة للغاية. ولذلك قرأت إيران بذكاء في هذا الموضوع، وأعتقد حتى في الحرب في أوكرانيا، وهذا عامل أيضا مهم، أنت لا تزال الحرب عندك في أوكرانيا موجودة، يعني أي خلل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا معناه أنه حلف الناتو وأوروبا تكون مهددة، وهكذا التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك تلاحظ أنه مسألة إرسال الحاملات الطائرات وقوة المرافقة السترايكر ورباعها اللي كانت متواجدة حتى الآن، وحتى هذول الـ2000 جندي المخصصين وهم لا يتعدوا يعني لواء ناقص من المارينز، هذه لا تشكل قوة حرب، يعني هذا عامل مهم. لو تجمع أنت القوة المتواجدة عندنا والقوة المتمركزة بعملياتها بتواجدها بانتشارها حتى الآن، تحتاج إلى جهد حربي كامل حتى تقدر تعالجه، وهو هذا النقطة اللي أقول لك عليها، يعني ربما إسرائيل في مأزق كيف تعالج هكذا الحزام الناري الذي يحيط بها.